مستمرين مع حضراتكم واستاد الاهلي بيشرفني ونورني كابتن محمود صالح صخر الدفاع النادي الاهلي نجم النادي الاهلي والسابق طبعا نجم منتخبنا الوطني كابتن محمود برحب بحضرتك يا كابتن. ازيك يا كابتن محمد؟ نور واستمرار الله يخلي بهودك. يعني بقالي فتره طويله ما شفتكش. اه مشغول في مدينه مصر. ربنا يخليك يا كابتن. نور يا كابتن. طبعا امبارح النادي الاهلي فاز في اولى مباراته بعد العوده من افريقيا في الدوري الممتاز. طبعا حفاظ على اللقب هو هدفنا كنادي اهلي سنتين متتاليتين بالنسبه للدوري المصري، سنه ثالثه ان شاء الله بنحاول نحافظ عليه. مباراه في الاسبوع التاسع طبعا تتالي المباريات او توالي المباريات يا كابتن هتبقى صعبه على النادي الاهلي، انت كل اربع ايام ماتش، فبالتالي امور كتير جدا هتكلم فيها مع حضرتك. ولكن خلينا نبتدي من مباراه الانتاج الحربي ورؤيتك ليها امبارح يا كابتن. لا امبارح طبعا النادي الاهلي والجهاز وجماهيره الحقيقه كنتيجه، بس احساسي طبعا اكيد الاحساس ده عندك، يعني لا زال نتيجة مباراة البطولة الأفريقية أثر بعض الشيء في أداء اللاعبين، اللاعبين مش حاسين بمتعة في اللعب، يعني عدم التوفيق في الحصول على البطولة مأثر عليهم شوية، وده وضع طبيعي يعني فترة قريبة وإن شاء الله تتلاشى ويبقى في تفكير بقى إن شاء الله في اللي جاي إن شاء الله. عندنا البطولات المحلية و ان شاء الله يكون يعني من نصيبنا باذن الله. لكن يعني انت بتتكلم ملاحظه كابتن بتبقى موجوده، انت عندك مشكله كمان ان بعض الاصابات اللي موجوده برضو بتخلي كابتن حسام بيعتمد على بعض اللاعبين ممكن يكونوا يعني مش موجودين باستمرار، ولكن بنشوف مثلا عوده رجوع مثلا حمودي قدامنا على الشاشه دي من المكاسب، لاعب زي احمد حمدي شفناه في بطوله كاس مصر، بنشوف عوده حسام الشناوي ما شاء الله عليه بيطلق، اسالك عليه برضه يا كابتن ورؤيتك ان هو هل المفروض كابتن حسام بدري يكمل مع الشناوي في الفتره القادمه؟ لكن مباراه الامس يا كابتن يعني بتشوف برضه النادي الاهلي فعلا هو انا واحد من الناس انا حاسسها زي ما انت قلت حاجه كده، لكن المكسب دايما بيخليك تبقى الجمهور النادي الاهلي سعيد مبسوط بتتطلع للمباريات القادمه. عندك مباراه صعبه امام الاسماعيلي يا كابتن الاسبوع الجاي طبعا الاثنين ان شاء الله المهور. لكن مباراه الامس بتشوفها برضو كابتن يعني وضعها كان عامل ازاي بالنسبه لك؟ هي برضو يعني سعاده الناحيه النفسيه تبقى في حاله كويسه يعني هو طبعا البطوله او انك غير موفق في بطوله مش معنى كده بتفقد الحاله الفنيه بتاعتك والخططيه والبدنيه، هي عامل نفسي بس بياخد وقت شويه طبعا. المكسب ما فيش شك يعني بيرفع معنويات مع الوقت، هتلاقي حتى استعداد اللاعبين، انت الاسماعيلي اسم كبير ونادي كبير والاسماعيلي متصدر البطوله، فبرضه دي هتخلي اللعيبه اكثر تركيزا واكثر استعدادا استعداد نفسي للمباراه. فانا متوقع ان الاسبوع الجاي لا هنشوف الاهلي بشكل ثاني، اداء جيد ان شاء الله، ونتمنى النتيجه تكون في صالحنا. لكن فنيا بالنسبه لمباراه الانتاج الحربي شفتها كابتن ازاي؟ الشوط الاول الشوط الثاني فريق الانتاج الحربي كان ند قوي للنادي الاهلي، هدفين لوليد ازارو بيستعيد بيه ثقته بنفسه بشكل كبير في بطوله الدوري الممتاز يا كابتن. زي ما قلت في البدايه في عناصر جديده اشتركت ودي حاجه كويسه، انا خلق التنافس بين العناصر وبعضها دي بتبقى حاجه كويسه. وخلق التنافس في التدريب بيبقى في تنافس بين اللاعب الاساسي والبديل. بس لما تتاح فرصه للاعب البديل انه يقدم مباراه رسميه اعتقد التنافس ده بيزيد. لان البديل بقى بيحس ان ده فرصة كويسة جات له يقدر يثبت وجوده ويقدر ياخد فرصة ان هو اساسي يثبت اقدامه بحيث يبقى بدل ما يبقى بديل يبقى جات له فرصة ممكن يستمر فترة طويلة يلعب كاساسي، فيمكن دي يمكن الميزة او الاستفادة للنادي الاهلي برضو. يعني احنا يمكن قلنا في البداية النواحي النفسية للاعبين متأثرة بفقدان البطولة الافريقية. صحيح. ولكن برضو يمكن فرصة الاصابات اللي حضرتك قلت عليها دي بتدي فرصه للبدلاء، دي كويسه زي ما بيتخش التنافس بيبقى اكبر وبتدي فرصه حقيقيه للاعبين واختبار حقيقي للاعبين، واللاعب اللي هو البديل بيبقى اكثر اصرارا واكثر تركيزا وحرصا ان هو يؤدي بشكل كويس غير المباراه الوديه وغير التنافس داخل التدريب. يعني انت بتشوف يا كابتن ان تتالي او توالي المباريات في وقت قصير اربع ايام، كل اربع ايام ماتش بالنسبه للنادي الاهلي ومؤجلاته طبعا اللي اتاجلت بسبب بطوله افريقيا، هتخلي كابتن حسام يعتمد على عدد اكبر مما كنا نتوقعه فيه او اوقات كان كابتن حسام بيعتمد عليه بالنسبه للاعبين؟ يعني هنلاقي مثلا بدل ما كان بيعتمد مثلا على 18 لعيب هتلاقيه بيعتمد على 20 او 22 لعيب لو انت كمدير فني كابتن. اكيد تدوير اللاعبين ده في فتره ممكن ممكن، بس انا ضد مبدا ان كل اربع ايام كل خمس ايام هتعمل ايه بقى يا كابتن؟ ما انت لا مش بتكلم على الجدول، مش بتكلم على الجدول، انا بتكلم انك وضع البرنامج التدريبي انت ممكن
ازاي تستعيد الاستشفاء للاعبين. دي دور التدريب بقى، يعني انت بتحط محتوى للبرامج التدريبيه ما بين المباريات. تمام. انت كل البطولات الكبيره هي بتتم كده. يعني بطولات مثلا مجمعه اللي هي زي بطوله امم افريقيا، بطوله امم اوروبا، كاس عالم مثلا، كاس عالم للناشئين، كاس عالم للشباب، بطوله افريقيا اللي هي على المستوى القاري. دوري طويل، دوري ممتاز طويل يا كابتن. ايوه، بس انت برضو في فتره صغيره ممكن تلاقي نفسك بتلعب 8 مباريات مثلا. هتلاقي كل 3 ايام مباراه. طب هتعدها ازاي؟ هتعدها بالاعداد الصح الجيد. فانت ممكن في خلال مثلا يعني تأدي مثلا 4 5 لقاءات كل 3 ايام او كل 4 ايام مباراه، ممكن تأدي بنفس التشكيل. انا رايي ده المفروض كناحيه علميه انت ممكن تنظمه، مفيش مشكله. انما ممكن بقى دي نقطه ثانيه، لا قدر الله اصابات او انما النادي الاهلي اعتقد اللي عنده مستويات، اللاعبين مستويات متقاربه، اعتقد دي مش هتمثل له اي مشكله ان شاء الله. بتشوف مكاسب المباراه وفوز على الانتاج يا كابتن، مكاسب الماتش ده ايه؟ اول خدت 3 نقاط، انت في تنافس طبعا، وعندك حرص انك تفوز بالبطوله. النادي الاهلي 39 بطوله دوري، الاقرب ليه الزمالك 12 بطوله بس. صحيح. انت عايز يعني تحافظ على النتائج دي كلها. النادي الاهلي طبعا لعيبته وجماهيره لا ترضى، ما تعرفش غير على المركز واحد، هو المركز الاول. المركز الثاني ده بيعتبر فشل، عدم تحقيق هدفك. فدي نقطة مهمة، انك زي ما قلنا تديك ثقة. الأسبوع الجاي عندك مباراة مهمة، مباراة الإسماعيلي. سش البطولة دي هترجعك تاني إن شاء الله تلعب في البطولة الأفريقية، وعندنا أمل كبير. الأيام بتجري بسرعة، فجأة كده هتلاقي نفسك حامل اللقب كده كده، أنت هتشترك أصلا يا كابتن. بالظبط. صحيح. صحيح. اللي هو الموسم الماضي. فا يعني وزي ما قلنا في عوامل كتيرة، يعني التنافس ده اللي قلنا عليه، بعض البدلاء اللي اشتركوا بشكل اساسي، دي هترفع مش مستواه هو بس، حتى اللاعب دايما مهم جدا، اللاعب يحس ان الاساسي اللاعب البديل ليه قريب جدا منه، لو واخد فرصته ممكن ينافسه، ممكن يتفوق عليه، فهيبقى حريص ان هو يحافظ على مستواه. والمحافظه على المستوى لازم مش في جوه الملعب بس. حضرتك يعني عارف؟ طبعا يا كابتن. يعني انا خط دفاعنا امبارح يا كابتن كان يعني بنشوف ايمن اشرف للمباراه الثانيه، سواء بقى كانت في المباراه الاولى امام تليفونات بني سويف في كاس مصر، وكان موجود في المباراه الثانيه امام طبعا الانتاج الحربي، ومباراه كانت صعبه طبعا على دفاعات النادي الاهلي، وشفنا زي ما بقول حضرتك يا كابتن كان ند نادي الانتاج بشكل كبير خصوصا في الشوط الثاني. عشان كده معايا طبعا كابتن مختار طبعا المدير الفني لفريق انتاج الحربي. كابتن مختار مساء الخير عليك كابتن. تحياتي ليك كابتن، وطبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي طبعا. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن مختار؟ ازي صحتك؟ الله يخليك يا كابتن. تحياتي ليك كابتن مختار. يعني مباراه الامس فوز النادي الاهلي، لكن طبعا شفنا الانتاج الحربي، يعني ما شاء الله كابتن فريق قوي، فريق متماسك، كان ند بشكل كبير خصوصا في الشوط الثاني كابتن مختار. نعم والله اظن ان احنا عملنا يعني الشوط الثاني شوط كويس، يمكن بدايه كانت بدايه يمكن غير موفقه، ودي طبعا يمكن للظروف اللي احنا كنا بنمر بيها الاول، وخصوصا ان احنا كمان بنلعب النادي الاهلي. صحيح. فاكيد ان دي كانت محصله، يعني في توتر شويه للاعيب، لما اللعيبه يعني خلاص دخل الجون بقى وابتدت تتماسك، وبعدين كمان قدرنا نحصل على ضربه جزاء وجبناها جول، اكيد ان دي ادتنا ثقه في نفسينا بشكل كويس، وقدرنا بقى نخش في المباراه بشكل افضل بكثير جدا من التايم الاولاني. وزي ما انت شفت ان احنا كنا ند للنادي الاهلي في معظم فترات الشوط الثاني، وكان عندنا اكثر من فرصه، لكن الحمد لله على اي حال يعني ادينا مباراه كويسه، يعني اتغلبنا لكن ادينا مباراه كويسه، وكنا يعني كنا ممكن نطلع بنتيجه افضل من كده. صحيح. صحيح يا كابتن هارد لك. يعني طبعا اكيد ما انت لازم نقول ان كان في شكل جيد فعلا لفريق انتاج الحربي، لكن كابتن خليني اكلمك على موقف انتاج الحربي. موقف انتاج الحربي حاليا هو في المركز ال 12، يعني انتاج الحربي لعب 9 مباريات، فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات. كابتن مختار اكيد انا يمكن انا واحد من الناس اللي كان ليا الشرف ان اتعامل مع حضرتك وفي بتروجيت وكمدير الفني لفريق بتروجيت، وعارف امكانيات اللي موجوده وتفكيرك دايما كابتن مختار في حته الهجوم دايما باستمرار، والكره الهجوميه اللي دايما بيضيفها لاي فريق بيبقى متواجد فيه، ولكن عدد المباريات اللي اتهزم فيها فريق انتاج اعتقد ان هو زياده شويه يا كابتن مختار. طبعا. بص يا محمد، هو شوف
احنا تقريبا ابتدينا الدوري بشكل كويس. وكان عندنا يعني دفعه هائله جدا جدا وديت يعني ادتنا ان احنا ممكن نروح في حته افضل من اللي احنا فيها ديت بشكل كبير. لكن كان في نقطه فاصله في هذا الامر يمكن كانت ممكن تكون لصالحنا، بس للاسف الماتش بتاع الاسماعيلي، عاملين ماتش الاسماعيلي ماتش هائل جدا جدا جدا، وكان عندنا اكثر من فرصه وجات لنا كمان بنالتي، ويعني وادائنا كان في يوميها كان اداء على اعلى مستوى. الماتش دوت اتغلبناه وكان في كنا ان احنا نكسب، وانا اظن ان احنا لو كنا كسبنا المباراه دي كنا عدينا الاسماعيلي في الترتيب، واكيد ان دي كانت ادتنا يعني دفعات هائله جدا، احنا فعلا كنا في اشد الحاجه ليها. لكن هزيمتنا للمباراه دي رجعتنا بشكل كبير جدا، وانا شايف كمان ان المباراه دي ادت الاسماعيلي دفعه هائله جدا جدا اللي هو وصلته انه دلوقتي هو المتصدر للدوري العام، وده طبعا امر يعني اكيد الاسماعيلي يستاهله. لكن انا بقول ان دي كانت نقطه فاصله بيننا وبين الاسماعيلي، اظن لو احنا كنا كسبنا الماتش دوت كان ممكن الامور تتعدل بالنسبه لنا وتبقى احنا في مكانه افضل من كده كتير. وهي الكره كده، ساعات الكره لما بتجي لك وما تستغلهاش بالشكل الامثل اكيد ان انت ممكن تعاني، عشان كده احنا بنعاني. وانا اتمنى ان شاء الله ان احنا الماتش دوت يرجعنا بقى لمستوانا الطبيعي والعادي، ونقدر نحقق نتائج ان شاء الله تحطنا في مكانه افضل من المباراه القادمه. مع مين يا كابتن مختار؟ مع النصر ان شاء الله. النصر، يعني اعتقد ان كابتن مختار دايما بيبقى زي ما بقول ايه اللي هو دايما بيجي من دايما من او من الفرق اللي دايما بيضربها كابتن مختار، اللي بتيجي من الخلف دايما وتلاقيها مره واحده في مركز مميز جدا في الدوري الممتاز. وانا اتوقع كابتن السنه دي انتوا هتحققوا حاجه كويسه، انتوا عندكم لعيبه مميزه، عندكم هدافين، يعني عمر السعيد كابتن من اللعيبه ايضا اللي بتعتمد عليهم في الجزء الهجومي، واعتقد لعيب مميز جدا يعني منافس قوي. انت كنت بتطالب بيه يا كابتن ان هو مستر الكوبر يبقى يعني يبص او يلقي نظره عليه في المنتخب. شوف انا من وجهه نظري يعني طبعا انا واحد عادي يعني ليه وجهه نظري. انا شايف ان هو يعني افضل من الناس اللي موجوده معانا في منتخب مصر. بالنسبه للناس اللي موجوده بالنسبه للهدافين هو افضل منهم بكثير جدا في امكانياته وفي الحته التهديفيه. انا ده من وجهه نظري صحيح. وطبعا دي مش هي اللي مش دي اللي بت يعني اللي هي هتحقق ان هو لازم يلعب منتخب، لكن دي وجهه نظري انا، لان انا اشتغلت معاه. اكيد طبعا ممكن يكون لمدرب المنتخب شايفه في حاجه تاني، او شايف الناس كلها وبيبتدي هو يختار اللي هو طبعا المناسب ليه يعني. لكن انا من وجهه نظري ان هو صراحه يستاهل، ولو راح ان شاء الله ممكن يعمل حاجه كويسه. طيب اسالك بقى كابتن عن النادي الاهلي، ويمكن النادي الاهلي عنده طبعا الفتره اللي جايه ضغط مباريات كابتن، كل مباراه بعد كل اربع ايام، فبالتالي امور بتبقى صعبه دايما على المدير الفني، وحضرتك يعني اكيد بتقدر هذه الجزئيه، بتبقى صعبه على المدير الفني في اختياره للتشكيل، لو لعيب وقع في اصابه بتبقى صعبه الامور انه يرجع بسرعه في المباريات اللي بعد كده. بص يا محمد، صراحه يعني احنا خلينا بقى ناس يعني عمليين. النادي الاهلي كل اللعيبه اللي موجوده عنده تقدر تلعب. هقول لك حاجه انا كنت بقولها للناس اللي معايا، انا لو هاخد من النادي الاهلي من الاحتياطي اللي ما بيلعبوش خالص، هاخد بس اربع لعيبه بس، ان شاء الله اروح للمربع بسهوله ان شاء الله. ان شاء الله يعني. فانا شايف ان حته تدوير اللعيبه في الفتره اللي جايه دي مهمه جدا جدا جدا. لان انا باذن الله باي حد في النادي الاهلي، يعني هو طبعا يعني مش هقول باي حد، انما في مجموعه لعيبه في النادي الاهلي اقدر اغير فيهم بشكل كويس قوي، واقدر اخد من كل واحد احسن حاجه عندي، واقدر احقق النتائج اللي انا يعني اللي هي تخليني متصدر بشكل كويس او بشكل ببساطه يعني. لان النادي الاهلي صراحه يمتلك كل المقومات ان شاء الله. وانا شايف طبعا ان حسام يعني صراحه يعني شغال بشكل كويس قوي، وبيعرف يعمل الكلام ده، وبدليل ان هو جه من اخر الدنيا وكانت الدنيا صعبه قوي، وخد السنه اللي فاتت الدوري وكاس. صحيح. يعني ده اذا كان دل على شيء يدل ان هو له دور كبير جدا في هذا الامر طبعا. فاكيد ان هو يقدر يعرف يعمل الكلام ده بشكل طبعا. كويس. كابتن محمود مع حضرتك، كان عايز يكلمك كابتن معاك. لا بسال بس الكابتن مختار، يعني تجربه بتروجيت هل هي الافضل بالنسبه لحضرتك في مجال يعني في تاريخك التدريبي؟ طبعا طبعا
احنا كنا مع بعض يا كابتن احنا الثلاثه. انا محمود ومحمد وكان هاني موجود، يعني انت كنت لعيب معانا. صحيح. دي افضل اكيد دي وهي ديت اللي يمكن يعني عملت لنا الرصيد دوت يا محمود. لا فانا كانت تجربه هايله جدا جدا. احنا ابتدينا من تحت، من 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 الدرجه اللي تحت، وانت كنت معايا ساعتها. تمام. هاني يمكن هاني على عقب جالنا السنه بعد الصعود. اول سنه كنا السابع يعني وصلنا سوا، دي كانت حاجه كويسه. تاني سنه عملنا الخامس، تاني سنه حققنا الثالث، رابع سنه حققنا الرابع. صحيح. وده عمر طبعا كان حاجه حقيقة. وخلي بالك الوقت ده كمان كانت الانديه يعني اللعيبه اللي كانت موجوده في الانديه الموجودين هم اللي خدوا افريقيا ثلاث مرات من. صح. المجموعه اللي كانت موجوده. صح. كان احمد شعبان، عمرو، يا كابتن. لا وفي مجموعه كبيره. لا في مجموعه كابتن مختار محمد اللي هي في الانديه الثانيه. صح. يعني احنا خدنا الكابتن حسن شحاده خد البطوله ثلاث مرات من الدوري اللي احنا كنا بنلعبه. مظبوط. صح. في اللعيبه اللي احنا كنا بنلعب معاها. صح. انا اظن ان ده كانت حاجه هايله جدا، ودي اكيد ان دي حاجه شرفنا. عشان كده محمود بيقول ان دي افضل تجربه. ما تنساش برضه معقوله برضه شويه محمود، ودي حياتي فيها كاس مصر اللي هي مع انبي ثاني سنه، لكن يمكن ما كملتش. لكن دي برضه كانت يعني اكيد ان انا برضه لما اخد كاس مع انبي طبعا ونكسب اهلي والزمالك، دي برضه حاجه اكيد ان هي بتتحسب بشكل كويس. لكن افضل فتره اشتغلناها هي طبعا اللي محمود كان معايا. ولو حضرتك تفتكر برضه يا كابتن، مجموعه كبيره قوي كانت جايه لعيبه من الدرجه الثانيه ولعب الدولي. نعم. محمد شعبان واحمد شعبان ووليد. صحيح. وعلاء ابراهيم برضه رجع تاني لعب دولي، وسامة محمد، كل دول لعبوا دولي. صح. صحيح. نعم نعم. وكانوا لعيبه على اعلى مستوى يعني صراحه. صحيح. لا صراحه كان يعني كانت ايام بالنسبه لي طبعا كابتن محمود كابتن مختار، كانت ايام جميله. كان معانا كابتن خالد بيبو، كان معانا علاء ابراهيم. بالظبط. مجموعه كبيره من لعيبه فوزي، وكمونه كمان كان موجود لو نفتكر. كمونه ومدحت عبد الهادي لعب موسم برضه. مدحت عبد الهادي جه سنه معانا. ايوه نعم. كانت مجموعه كويسه يعني، وفعلا حققنا فيها حاجه هايله جدا. ودي اظن ان ديت السنين الافضل لبيتروجيت، وده من فضل الله ان احنا كنا معاهم. صحيح. صحيح. كانت ازهى الاوقات صحيح للكره المصريه في التوقيت ده كمان يا كابتن. اشكرك كابتن مختار طبعا. نعم. كل التوفيق لحضرتك مع الانتاج الحربي، واكيد يعني كابتن مختار من ابن ابناء النادي الاهلي، ودائما يعني مدربين بيطلعوا من النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي الصراحه بيبقوا يعملوا بيعرفوا يعملوا منظومه كابتن بشكل كبير في الانديه الاخرى تبقى بشكل جيد كمان يا كابتن. انا فاكر يمكن عمل زي احصاء كده او تحليل فني للمباريات، احسن مباراه الدوري كان اعتقد استاذ حسن مسكوف في الاهرام، وكان تقريبا 11 مباراه كان فيهم منهم 6 لقاءات كان بتروجيت طرف فيهم. كان في التوقيت ده كان صحابي كان على طول الزمالك كابتن. بتروجيت على طول. كسبناه اعتقد مره 1-0 او 3-1 في دور اول دور تاني. بالظبط. مش مذاكر النتائج قوي بالظبط، بس هي كانت انا كان ليا اصدقاء ليا كان بيقول لك لا انا بكره لازم اقعد اتفرج. كان بقى يعني كان بقى ليها شعبيه يعني على يعني مستوى المشاهده فرق بتروجيت في الفتره دي يعني. طيب خليني اطلع لفاصل كابتن وارجع اكمل كلام حضرتك بقى عن المباراه القادمه، مباراه الاسماعيلي، ومباراه مهمه النادي الاهلي. دائما بنشوف هذه المباريات مباراه قويه، خصوصا كمان الاسماعيلي السنه دي مختلف عن السنين اللي فاتت، متصدر الدوري حتى الان برصيد 20 نقطه. اعتقد المباراه دي هتبقى جميله وممتعه، دائما بنشوفها فاز في 6 لقاءات. صحيح يا كابتن. تعادل. نروح بس الفاصل يا كابتن ونرجع نكمل كلامنا عن هذه المباراه وفريق نادي الاسماعيلي السنه دي فعلا مختلف. فاصل وارجع اكمل كلامي مع نجم مصر كابتن محمود صالح. بجد الترحيب بحضراتكم، معايا كابتن محمود صالح طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي، واستكمل كلامي مع كابتن محمود على المباراه القادمه، مباراه الاهلي والاسماعيلي. مباراه دايما بنشوفها او بيشوفها جمهور الفرقتين انها بتبقى دائما هي الافضل في الدوري المصري، ولكن يمكن السنتين اللي فاتت الاسماعيلي كابتن ما كانش في حالته الطبيعيه. السنه دي زي ما احنا شايفين زي ما بقول لك كابتن هو في المركز الاول، بالتالي هو منافس النادي الاهلي حتى الان في جزئيه المنافسه على بطوله الدوري. هنشوف مباراه اكيد قويه، مباراه الى حد ما هي بدري شويه ان انت تشوفها، ولكن هي مباراه هتبقى صعبه بالنسبه لفريق النادي الاهلي والاسماعيلي ايضا. شوف مباراه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي. هو طبعا
مش عايزينها تبقى صحوه، عايزينها تستمر للاسماعيلي وانديه كتير اخرى طبعا ما فيش شك. حلاوه الكوره يا كابتن طبعا بيبقى في تنافس، يعني مش عايزين نقول الدوري الانجليزي او يعني، بس مهم جدا كل ما يخش اكتر من فريق في التنافس، ما فيش شك دي بتبقى في صالح الكوره المصريه بشكل عام، في صالح منتخب مصر ما فيش شك، ترفع من قيمه الدوري قيمته. متعه، المتعه كابتن بالظبط، متعه الكوره بالظبط. زي ما انت التنافس اللي موجود في الدوري الانجليزي مثلا على سبيل المثال، انت لما بتقعد تقلب في القنوات كده بتلاقي دوري انجليزي حتى لو فرق في المؤخره وفي الدرجه الثانيه كمان بتفضل عن دوري ثاني. تشامبيون شيب يا كابتن كمان بالظبط، يعني مش بريمير شيب كمان، لا تشامبيون شيب كمان بالظبط بالظبط. فنتمنى الصحوه دي تستمر والمستوى المرتفع للفرق الاسماعيلي مستمر. الاسماعيلي لعب تمام اللقاءات، فاز في 6 وتعادل في 2. الاهلي برضو لعب يمكن نص المباريات، لعب 4 برضو فاز في نص نفس النتائج، الفوز في 3 والتعادل في 1. يعني نتائج كده متقاربه تقريبا، متقاربه، حتى الاهداف اللي دخلت في الاهلي 3 وفي الاسماعيلي اعتقد 6 برضو متقاربه. المباراه ما فيش شك دايما هي على مدار التاريخ هي دايما بتبقى مباراه يعني فيها اثاره وفيها نديه وفيها قوه، سواء بتلاقي في القاهره او في الاسماعيليه. فنتمنى اللي هنتفرج على مباراه كويسه ان شاء الله باذن الله، ونتمنى تخرج بشكل كويس وفيها روح رياضيه طيبه. المباريات الجماهيريه ديت يمكن هي تكون الاساس برضو العودة الجماهير بعد كده ان شاء الله. هنتمنى نشوف الدوري بتاعنا زي البريمير ليج كده كابتن. نتمنى يعني انت بتتكلم كده، لكن خليني اقول لك يعني يعني المدير الفني لفريق الاسماعيلي اكيد عنده طموح، ولدى كمان جمهوره كمان ان هم يلعبوا مباراه امام النادي الاهلي اللي هو بطل السنه اللي فاتت والموسم الماضي. ولكن انت بتقابل فريق راجع جعان بقى بطوله، بغض النظر طبعا ان هو حامل اللقب، لكن هو دائما مطالب من خلال جمهوره بهذه البطوله. التعامل بقى في مباريات زي كده امام فريق كبير زي الاسماعيلي بعد صحوته ده كابتن، كابتن حسام البدري واللاعبين والجهاز الفني بشكل عام تفكيره ازاي في هذه المباراه؟ ما فيش شك انت لازم تحلل اللقاءات اللي فاتت بتاعه ديت، تشوف مستويات اللعيبه بتاعته، المشاكل اللي عنده من الناحيه الفنيه، الناحيه الخططيه، ايه نقاط القوه اللي عنده، مميزاته ايه، وبالتالي انت بتحط برضو التشكيل اللي هو بيكون يتناسب مع المنافس اللي هتقابله. طب انت التشكيله كابتن احنا شفنا يعني، وده كنت عايز اساله حضرتك، في مباراه الانتاج الحربي وجود ايمن اشرف وسعد سمير جنب بعض، يعني انا شفت ايمن ما شاء الله كمان عنده حته حلوه قوي، حته ان هو بيطلع وياخد الكوره لان هو اصلا في الاول بيتعامل كباك ليفت اصلا، لكن انك تستخدمه في الحته دي وهو اصلا مميز ولعبها في سموحه كابتن، ضافت شيء ما في خط دفاع النادي الاهلي كابتن محمود، وانت طبعا صخر الدفاع ممكن. النادي الاهلي هو بس ما ننساش برضه ان هو يمكن لعب المباراتين دول، مش عايز اقول مش اختبار حقيقي، بس خلينا نقول اللي هي بتاعت كان مباراه الكاس، مباراه الكاس كابتن ومباراه الانتاج الحربي صحيح. انا شايف ان الاختبار الحقيقي هيكون موجود في اللقاء الجاي، يعني لقاء الاسماعيلي. وعلى فكره اللعيب اللي هو عنده يعني ثقه في قدراته ويمتلك قدرات عاليه، هي المستوى الحقيقي بيظهر في اللقاءات الكبيره دي واللقاءات القويه مع منافس قوي. اتمنى ان هو يظهر بمستوى كويس، ربنا يوفقه. برضه التنافس داخل زي ما قلنا في بدايه الحلقه دايما يكون كل ما التنافس زاد بين اللعيبه وبعضها في المراكز اللعب المختلفه دي ما فيش شك بترفع من المستوى بشكل عام. لكن دفاعات النادي الاهلي من وجهه كابتن محمود في الفتره اللي فاتت يعني الى حد ما اصابات، شفنا اصابات عندنا رامي ربيعه لحد يعني لسه مصاب راجع من المنتخب، ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه. حته ان يبقى في واحد زي ايمن اشرف ساعد كتير كابتن حسام في حته ان هو يحطه في مكان زي قلب الدفاع وفي نفس الوقت ويأدي بشكل جيد، لكن انت محتاج يا كابتن في التوقيت ده حد في الجزئيه دي من خارج النادي يعني كلاعب، يعني تتكلم في المركز قلب اضافات اضافات من المركز قلب الدفاع؟ لا ما فيش، انا مش شايف حد خارج النادي الاهلي يعني في الدوري المصري يعني يكون، لا مش شايف. انت عندك العناصر الموجوده هي العناصر الدوليه الافضل بالظبط، عندك سعد سمير، عندك محمد نجيب، عندك رامي ربيعه، دول لعيبه دوليين الحقيقه. اعتقد بيقدم بشكل كويس، حد كبير، العنصر مدافع، ممكن لعيب يكون من خارج مصر، لعيب اجنبي، مش يعني
هل لو يعني لو في مستوى افضل ماشي اوكي، بس احنا مش عايزين. انا دايما بيبقى ضد اللاعب سواء في اي مركز، مركز اللاعب يا كابتن محمد، اللي هو يجي وينافس ينافس الموجودين، هيلعب او ما يلعبش، يخش في تنافس. لا انا عايز اللعيب خصوصا لما اكون اجنبي. بس حته الامانه كابتن، يعني انت مثلا استخدمت محمد هاني في وقت في قلب الدفاع، هو لعيب اصلا باك رايت، استخدمت النهارده ايمن اشرف كلعيب في قلب الدفاع، هو بيلعب في حته الباك ليفت. فانت حته ان انت يعني استخدام اللاعبين اللي ممكن ما بيلعبوش في المركز ده بالشكل ده، انت لازم تبقى مطمن. يعني حتى الجمهور لما يجي يتكلموا في الشارع، ما احنا برضو لازم ناخد الجزئيه دي، يقول لك احنا محتاجين حد مع سعد، حد مع رامي، حد مع نجيب، الثلاثه الصراحه ما شاء الله احسن من بعض، ولكن في حاله اصابه بعض اللاعبين في هذه الجزئيه بتبقى عندك حته النقص. اه كابتن حسام بيعرف يتعامل فيها من خلال استخدام اللاعبين دول، ولكن ده برضو ما يعتبرش مركزهم بالشكل القوي. يعني الواجبات نفسها ممكن ما تبقاش بنفس قوه اللعيبه اللي بتبقى في قلب الدفاع يا كابتن. ايوه بس انا كنت بتكلم في نقطه، المفروض اللعيب الاجنبي اللي انت هتجيبه بيحسب عليك لاعب اجنبي وفي الغالب بيكلفك مبالغ كبيره، يجي يلعب يبقى جاي يفرض نفسه، يبقى في فرق بين المستوى بينه وبين الموجود، انما في مستوى متقارب بينهم ويبتدي يخش في تنافس وهيلعب ويشترك ولا لا وهيأدي ولا لا، لا انا برفض دي. ما كانش هيجي يفرض نفسه ويبقى لعيب اساسي، يبقى خلاص يبقى انا بالعكس انا اخلي باللعيبه اللعيبه اللي عندي المتواجده دي تقدر هي اللي تخش في تنافس الافضل يلعب. بعيد عن التكلفه الماديه وبعيد ان هو تحس عليك كلاعب اجنبي. يعني من وجهه نظر كابتن المكان ده المفروض او مش اوكي، مفيش حد بالنسبه لكابتن محمود. انا مش شايف كرؤيه دلوقتي على المستوى المحلي مفيش. لكن انت مش محتاج، ما انت يعني دي وجهه نظرك برضو، محتاج ولا مش محتاج؟ اعتقد محتاج، بس انا زي ما قلت لك لازم يجي يفرض نفسه كلاعب اساسي بمستوى طبعا يكون فارق عن المستوى اللاعبين الموجوده. بس كابتن انت مثلا بتشوف محمد نجيب اهو ما بيلعبش اساسي، ولكن لما بيلعب اسمه ما شاء الله يعني حاجه محترمه. ما انت محتاج نفس النوعيه دي. لا من قصدي على تقييم اللاعب، يبقى تقييم سليم. انا ما اجيبش لعيب وادفع فيه مثلا مليون دولار مثلا ويجي يخش في تنافس بينه وبين اللعيبه الموجوده في النادي، يبقى انا ما استفدتش في حاجه. بل بالعكس، هو لو مستوى مرتفع هيرفع من التنافس دوت، دي اول حاجه، ومفيش شك انه بينه خبراته للزمايله. احنا كلنا زي ما انت حضرتك عارف اللعيبه مع بعضها في احتكاكها ولعبها مع بعض، سواء احتكاك في التدريب او ان هم يلعبوا كتيم واحد في المباريات الوديه والرسميه، مفيش شك الخبرات بتنتقل بينهم وبين بعضهم. فاكيد المستوى المرتفع ده هيرفع مستوى زمايله الموجودين حواليه، مش بيأثر حتى على اللعيبه اللي هي في نفس مركزه، لا، وليه تأثير على العناصر كلها الموجوده في مراكز اللعب المختلف. يعني لو حارس مرمى مستوى مرتفع هيساهم ويساعد في ارتفاع مستوى الفريق ككل. طبعا طبعا يا كابتن، مفيش شك. هتجيب واحد في نص الملعب مستوى مرتفع عن الفريق ويلعب في وسط زمايله، هيرفع مستوى المدافعين هيرفع مستوى كل اللعيبه، لان انا لو مدافع كابتن هحتك مع المدافع الزميلي في الملعب اثناء التدريب، فبالتالي المدافع هيلعب على مستوى عالي فمستواه هيرتفع. فاهم قصدي؟ يعني صحيح. الاحتكاك مع بعضهم مفيش شك هيبقى ليه دور، يعني ما يبقاش هو بس يعني احتكاكه بزميله اللي هو بيلعب في نفس المركز، لا اعتقد هيبقى فيه فايده وارتفاع في المستوى، هيساهم في ارتفاع كل المستوى اللاعبين في كافه المراكز. صحيح. هي خبرات بتنتقل من اللعيبه من بعضها. طبعا. انت حضرتك يعني هقول لحضرتك مثال يعني جه في دماغي دلوقتي. ابو تريكه هو مستواه في الترسانه زي الاهلي؟ لا طبعا. بس هو جه انتقل في مستوى تاني مرتفع، فرقه بتلعب على بطولات، مستوى كبير جدا في المستوى التدريبي، وان هو لازم محتاج مجهود كبير عشان يثبت وجوده وانه يستمر يلعب اساسي بشكل اساسي، فبالتالي شفنا طفره فيه في اداءه، طفره في المستوى وفي الاداء وبقى احسن لعيب في مصر. صحيح صحيح. ودوره كمان مش مع النادي ومع المنتخب، مع المنتخب طبعا كابتن. يعني عودة وليد ازارو امامنا على الشاشة كابتن وثقته بنفسه بتعود بهدفين مميزين. شوف برضه وليد الفترة اللي فاتت كان محتاج ان هو يهدى كابتن، من وجهة نظر كابتن محمود كمدير فني، بتشوف وليد ازارو والهدفين دول هيفرقوا معاه ازاي؟ هو وليد يمكن حتى من البداية انا كنت يعني وجهة نظر ان هو يستمر كأساسي، وانا شايف يمكن عدم توفيقه يعني او مستوى الأداء الفني بتاعه قليل شوية، مش مستوى فني، اعتقد هي بس عدم توفيق وان هو اجواء جديده عليه، ضغوط في النادي الاهلي، التنافس قوي وشديد، تنافس باللعيبه وبعضها عشان تثبت وجودك، في لعيبه
تاخد وقت يا كابتن مثلا في التأقلم؟ لا يعني دي نقطة، دي نقطة مفيش شك. بس في لعيب لو دخل في تنافس ليه بيبعد؟ يعني هو شخصيته مع يعني مش هو ده اللي يقدر يخش في تنافس ويثبت وجوده. في لعيب يجي لك مستواه مرتفع وما بيخش في تنافس قوي، دي بتبعده شويه عن اللعب الاساسي. دي شخصيته، في فروق فرديه بين اللعيب. بل بالعكس، في لعيبه بقى لا عنده تصميم وعنده اراده وعنده دوافع ان هو يثبت وجوده. انا ما انتقلت من نادي صغير زي ابو تريكه بالظبط لنادي كبير، لا انا هثبت وجودي وانا كذا، وبتلاقي عنده ثقه في نفسه وعايز عنده اهداف عايز يحققها، فتلاقيه عنده تصميم وعنده الثقه دي بتديله يعني فرصه كويسه ان هو يتفوق. في لعيب ما بيخش في تنافس، انا وجهه نظر احمد الشيخ تفوق في المقص، لما دخل في تنافس بعد شويه. يعني عايز تغيير شويه في شخصيته حتى الان في تكوينه. في شخصيته. هو في سؤال يعني حتى الناس بتساله، امتى نشوف احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي حاليا بنفس اسلوب المقص وهو موجود في المقص؟ احنا في خلال لعبنا حضرتك عارف في لعيبه كتير كده. في لعيب كان يؤدي في التدريب ويجي في الضغوط عشان ماتش رسمي تلاقيه بعيد تماما عن مستواه، والناس ما كملتش بغض النظر عن المستوى الفني اصلا اللي احنا عارفينه اللي هو لعيب مميز قوي. ما مقاومات اللاعب بقى مش مستوى فني بس، موضوع ان هو يعني الثقه في النفس دي مهمه جدا، خبراته مهمه جدا، صفات الاراديه مهمه جدا. ممكن واحد يكون عنده فنيات عاليه وما عندوش النقاط ديت، فهتاثر عليه كتير قوي في المستوى الفني. كتقييم بقى تلاقيه بعيد خالص. هو محتاج هو كمان شغل على نفسه يا كابتن. اللاعب اللي بيبقى كده يراجع عليه هو شخصيا. لا مشكله في تدريب ولا مشكله في جهاز تدريبي. هي المشكله عند اللعيب، عنده هو. لازم يبقى عنده ثقه في نفسه وعنده تصميم شويه، يعني ما يبقاش يعني دخل في تنافس وابتديت ابعد عن اللعب بشكل اساسي، وابتدي شويه 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 من لاعب اساسي للاعب بديل للاعب بره خالص التشكيل، بره التشكيل الاساسي والتشكيل البدلاء. لا لازم يكون عندك اصرار شويه وعندك اراده. انت امكانياتك كويسه واثبتت وجودك في المقصه، وكل الفرق اللي انت بتلعب ضدها دي انت لعبت ضدها في المقصه. انا اسف اللي بقول الكلام ده، انا مش يعني بالعكس الكلام ده في صالحه. لا ما في صالحه هو لو فاهم الكلام ده ويعني شاف التاثير الايجابي اللي احنا المفروض يعني بنبغاه يعني صحيح نتمناه يعني مش هبقى زعلان منه. في حاله ثانيه يا كابتن، ما انت بتشوف لعيبه بقى مميزه يعني بتدوس على نفسها، احمد حمودي بتشوف حمودي موجود، بتشوف احمد حمدي لاعب جاي من القطاع يا كابتن، لاعب مميز جدا برضو. عايز اعرف راي حضرتك في احمد حمدي مثلا الفتره اللي فاتت كابتن، وجوده الفتره الجايه مع النادي الاهلي. انا بقالي اربع سنين رابع سنه ليا في قطاع الناشئين، اتفرجت عليه ثلاث سنين، لعيب مميز، كرته الفنيه هايله، لعيب يعني يملك قدرات مش على مستوى النادي ولا على مستوى منتخب مصر، يعني ممكن في خلال سنوات بسيطه يبقى اساسي، دي امكانياته. بس برضو انا شايف ان هو عنده مشكله في شخصيته، لما بيجي ينزل مع قطاع الناشئين ويلعب ويبعد شويه عن الدرجه الاولى واللعب في الدرجه الاولى، انا بشوف ما عندوش. بص يا كابتن، اللاعب سواء تدريب او سواء مباراه وديه او سواء مباراه رسميه بتنزل انت تأدي في الثلاثه دول، انت اللي هتاخد ادائك دوت لا هيديك خطوه لقدام لا اما يديك خطوه لورا. صحيح. فانت لازم تقاتل ويكون عندك اراده وتصميم، تدريب ودي ماتش رسمي تنزل تقاتل تأدي احسن مستوى، ويعني تحاول بقدر الامكان انك تثبت وجودك. فدي هتديك خطوه لقدام. انما انا للاسف احمد حمدي بينزل قطاعات الناشئين بيعمل لها مشكله الحقيقه كانت. بيأدي عنده اللامبالاه، ما بيهتمش، بيبقى عبء على الفرقه، المفروض تنزل بالعكس تثبت وجودك. دي برضو مشكله عنده، بيقعد فتره مثلا في قطاع الناشئين اسبوع اسبوعين ثلاثه ويرجع قطاع يرجع تاني الدرجه الاولى، هتلاقي مستواه بعد لانه ما اهتمش بالمرحله. برضو هو بيتعلم يعني، هو لسه صغير وبيتعلم، وحته ان لو ما كانش بيبقى مهتم مع التعامل مع كابتن حسام البدري والقطاع وحضراتكم والدكتور عمرو ابو المجد تحت، لما اكيد بينزل بيتكلم معاهم اكيد النصايح موجوده زي ما حضرتك بتتكلم كده هتفرق معاه. يعني انت حضرتك بتتكلم كده اكيد هو لو سمعنا هياخد الكلمه دي في دماغه ويضربها اكيد طبعا باستمرار. دايما اللاعب ياخد المواقف الصعبه عليه بشكل ايجابي. يعني انت بقالك فترة مع الدرجة الأولى وجت ظروف كده رجعت تاني قطاع الناشئين لفترة محدودة. أنت بقى لا أنت اثبت بقى للمسؤول إن هو كان خطأ، قراره ده كان غلط. لا أنا مع نفسه كده، يبقى عنده تصميم وإرادة،
لا انا هثبت لك ان انا جدير فعلا بالدرجه الاولى، مش انا اتمرن بس والعب كمان وابقى اساسي. لو ما عنديش الروح ده مفيش حد اللي بيكمل بالروح دي. الناس اللي كملت في الكوره لازم يكون عندها الروح دي. صحيح. خصوصا لو نادي كبير وفي تنافس كبير، والنادي بيلعب على بطولات ومحتاج مستويات معينه وعنده عناصر هايله، انت لو يعني تهاونت شويه مش هتلاقي نفسك. صح. يعني شوف محمد صلاح بيقاتل ازاي في ليفربول عشان يبقى في التشكيله الاساسيه، بيقاتل. انا حاسس بيه عشان بس يبقى في التشكيله الاساسيه. فلازم الروح دي تكون موجوده عند اللاعب. اذا كان عايز ينجح، عايز يعمل لنفسه تاريخ ويستمر الكره في سنوات طويله، لازم يكون بالروح. انت اكثر واحد كنت بتقاتل يا كابتن ما شاء الله. صخر الدفاع لا طبعا. انا يعني هو المفروض يكون فاهم كده، وكل لعيب يكون فاهم. لا هو اي لاعب داخل النادي الاهلي عشان يفضل ستاندنج ويفضل موجود داخل جدران النادي، هي حته قتال طبعا، ويبقى نوعيه معينه زي انت بتتكلم كابتن، خصوصا لما بتبقى طالع من قطاع ناشئين بتقابل صعوبات اكتر لما تكون مثلا جاي من بره. او لا بص حضرتك، هو في مشكله في قطاع الناشئين، النوعيات الشخصيات اللعيبه اختلفت شويه. مش عارف هل دي راجعه لايه، انا لها اسباب لازم تدرس. الروح والاصرار ان هو عنده هدف عايز يحققه، واديك يعني انت لو يعني متابع بعض الشيء يعني مش موجوده زي زمان. بس انا عارف ان ابتدت الموضوع ده مع الدكتور عمرو، وجود القطاع في التوقيت الحالي، حته البث روح البطوله يعني كان كلامي مع الدكتور عمرو هيكون معايا بكره كمان هنتكلم على القطاع. كابتن محمود خلينا نروح لفاصل. بس الدكتور عمرو بيعمل مجهود ما فيش شك طبعا، وله دور مهم جدا بيأديه. بتمنى ان تركيبه اللاعب هي ممكن تكون مشكله في الاساس. صحيح. انا مش عايز اقارن بين الاجهزه الفنيه دلوقتي والاجهزه الفنيه زمان. لا انا شخصيه المدرب كانت افضل وليه تاثير قوي وعنده اخلاص اكتر وبيعتبر اللاعب اللي بيضربه ده كانه ابنه. ابنه. الروح دي كانت موجوده. انا شايف ممكن تكون قلت شويه. ممكن تكون قلت، لكن هترجع تاني كابتن. اتمنى ان شاء الله. اتمنى. انا مش بتكلم يعني بتكلم بوجه عام، مش ما انا مش اقصدش، انا بتكلم. صحيح. ما انا جزء من المنظومه الصحيحه. انا مسؤول. صحيح. انا بنقد نفسي برضه، انا جزء منهم يعني. صحيح. نروح لفاصل كابتن ونرجع نكمل كلامنا، يعني هنتكلم على الدوري المصري ونشوف الاسبوع العاشر او الدوري بشكل عام حتى الان من متابع كابتن محمود وجهه نظرك فيه عامله ازاي. اروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن محمود صالح. مرحبا بحضرتك مره ثانيه كابتن محمود صالح. يمكن كنا بنتكلم على الدوري المصري الاسبوع التاسع عامه بشكل عام. كابتن الدوري بالنسبه لحضرتك رؤيتك ليه حتى الان عامل ازاي؟ بنشوف فرق مميزه السنه دي، بنشوف الاسيوطي كابتن علي ماهر، بنشوف ايضا طنطا ماشي بشكل كويس، يعني بعض الفرق ما شاء الله يعني بتخليك تقول لا الدوري هيبقى متميز السنه دي. كابتن تسع اسابيع حتى الان الدوري ممتاز ماشي بشكل جيد. هو طبعا تسع اسابيع تقريبا يعني 25% ربع الدوري. كل فرقة بتلعب 34 لقاء، يعني نقول التسعة تقريبا الربع يعني. لا زال يعني 75% من الدوري، هل الترتيب ده هيفضل يعني طبعا في شك، في تغيير بعض التغيير طبعا. بس هل التغيير هيبقى كبير؟ أنا متخيل التغيير هيبقى كبير. إنما هي لو بصينا على الجدول حضرتك يا كابتن، بص يعني أنا الحاجات اللي هي تلف يعني ملفتة يعني. المصري المقص وادي دجلة في المركز ال 15 وال 16. صحيح. مقص كان نهي الموسم كان بينافس على البطوله تاني يا كابتن. بالظبط. وصيف. بالظبط. يعني دي برضو يعني كابتن مؤمن لحد ما كان عنده سوء حظ كبير جدا مع مصر المقص السنه دي يا كابتن. ما بص يعني ما كانش متوقع منه او توقع ان مؤمن يبقى موجود مع المقص ويحصل كده. ما اعرفش، بس هو بص يا كابتن النجاح مرتبط بالاستمراريه. يعني النهارده يعني نتكلم مثلا حسين الشحات بالنسبه مثلا مصر القصه. نعم. طب اختلف بالنسبه لفريق مصر مقص عن السنه اللي فاتت، خلاص هو وصل اللي هو عايزه مثلا السنه اللي فاتت مثلا؟ ده بالكلام على مصر مقص مثلا انت بتتكلم عليه؟ ما هو كل حاجه بقى لازم بقى تعيشها وتدرسها. انا مش عايز اقول كلام في يعني لازم ابقى عندي يعني تسجيل اللعيبه، مين مشي مين جه، الفرق في المستويات، يعني ايه اسباب تاخد راي اللعيبه راي المدربين، يعني كل حاجه عايز تقولها بشكل سليم يعني ادرسها
ما يعني عشان بس اقول اكيد في اسباب طبعا، بس انا مش احنا مش ملمين بالاسباب دي ايه بالظبط. هل ممكن الدعم المادي قل، في عناصر مميزه قوي مشيت، هل فرق المستوى في المستوى الفني، كان في ثقه اتوجدت ونشأت بين اللاعبين والجهاز الفني، اعتقد دي كانت موجوده في الشك يعني. الاداره ما فيش اهتمام بالكوره زي الاول، في واحد كان مميز مسؤول ليه دور اداري وليه دور في التنظيم مش موجود، اكيد في هتلاقي عده اسباب طالما في انهيار. مباراه المقاصه صوتي 1-1 يا كابتن، يعني زي ما بقول لك كمان بنشوف مثلا مصر مقاصه بتبعد عن شكلها الطبيعي، بتشوف فريق الاسيوطي ايضا مع علي ماهر يعني كويس مميز. كويس هو في المركز ال 13 يعني كويس، يعني 8 مباريات حتى الان يا كابتن، وكسبان في 2 وتعادل في 3 وخسر في 3، نتائج معقوله جدا لو بصينا حتى للرجاء والنصر في المراكز الاخيره. انا بشوف النتائج كمان مع صعدوا معاه، انا بشوف الشكل اللي بيلعب بيه، الجراءه الهجوميه بالنسبه للفريق اعتقد انها حاجه مميزه جدا. كويس كويس مفيش شك، النتائج كويسه والاداء كويس، بس انا مش عايز دايما يعني ايه نقول جراءه في الناحيه الهجوميه او اللعب بشكل هجومي او الكره ممتعه، هي انت بتقدم الشكل التكتيكي اللي بيتناسب مع امكانياتك وطبيعه لعيبتك وامكانيات لعيبتك والهدف من المباراه انت عايز تتعادل، فاحنا مش عايزين ده، مش كل مباراه انا خصوصا انا في المستوى المتوسط او اقل من المتوسط مش هلعب كل جيم العبه بشكل مفتوح يعني انما هي الكره توازن يا كابتن بين الدفاع والهجوم، اي ماتش لازم تلعب كده، اي ماتش الكره معاك بتحاول بقدر الامكان تحوص على الكره، تحاول تبقى فعال في الناحيه الهجوميه والعكس، فقدت الكره بتحاول انت يعني تدافع بشكل كويس عن يعني ما تخليش المنافس يخلق نفسه فرص للتهديف. بس الشكل ده بقى اللي انت بتعمله ده كله حسب بقى المنافس وحسب ظروف اللعب وحسب البطوله اللي انت بتلعب فيها يعني انما في النهايه هو لازم يكون في توازن يعني بين الدفاع وبين الهجوم. اللي لفت نظرك كابتن محمود صالح بالنسبه للفرق السنه دي او الشكل بالنسبه للدوري، يعني كابتن محمود صالح لفت نظرك ايه في الدوري؟ هو اهم نقطه وادي دجله والمقاصه في المقاصه دول، واعتقد وادي دجله كان العاشر او حاجه، ترتيبه كان برضه في شكل متوسط برغم ان كابتن حسام احمد حسام ميدو ريح لعيبه كتير يعني وبقى يلعب ببدلاء في نهايه الدوري، يعني كان ممكن ياخد مركز افضل من العاشر كان يعني هم المفروض يكون في ظروف افضل من كده. موجود الاسماعيلي لحد دلوقتي في المتصدر، المصري بشكل يعني مستمر في الاداء بشكل جيد في المركز الثاني، الزمالك مبتعد شويه في المركز بس اعتقد الفتره الجايه الاداء اتحسن، النتائج اتحسنت هيبتدي يخش في التنافس. الاهلي تقريبا لعبوا 8 لقاءات، الاهلي لعب 4 لقاءات بس 4 مباريات، اعتقد برضو ان لسه له 12 نقطه يقدر يلعب فيهم برضو يدخل وضع الطبيعي، النادي الاهلي هيخش تاني في المنافسه مش هيبقى في تغيير في النقطه ديت. يمكن دي اهم الملاحظات تقريبا. في الهدافين برضو انا يمكن حسين الشحات كان بيلعب ظهير ايمن وبيلعب في خط وسط متصدر جاب 7 اهداف، مصر مقصه يمكن احرز 13 هدف وجاب 7 يعني اكتر من نص حوالي مثلا نقدر 60% مثلا. بس هل الترتيب ده هل ده هيستمر؟ لا طبعا الوضع بيختلف، انت عندك دور اول ودور ثاني لسه فعلا بدري يا كابتن، انت بتتكلم لسه 9 اسبوع وال10 جاي، فبالتالي لا، وبعدين لسه دخول النادي الاهلي ايضا يا كابتن في المنافسه ان شاء الله بمؤجلات اللي بتاعته يلعبها، الامور مختلف. كابتن محمود بشكرك، كابتن محمود نورتنا وشفتنا، دايما نجم من نجوم النادي الاهلي بيبقى هنا بنستمتع بيه يا كابتن محمود، صخر الدفاع طبعا. الله يخليك يا كابتن، يخليك سعيد كنت معاك. بشكرك كابتن، يعني بشكركم شكرا جزيلا، يعني كان معايا كابتن محمود صالح، يعني بنستمتع بيه نجم من نجوم النادي الاهلي اكيد بسعرات النادي الاهلي المباراه القادمه على قدم وساق مع كابتن حسام بدري والجهاز الفني، مباراه مهمه في الدوري المصري الاسبوع العاشر، اعتقد النادي الاهلي خلاص رجع ليه بطولة الدوري ممتاز، هو حامل اللقب وبالتالي أهدافه هي الحصول على اللقب مرة أخرى والحفاظ عليه وتحقيق النجمة أو النجمة الرابعة بأمر الله أو البطولة رقم 40 في بطولة الدوري الممتاز. كل التوفيق لكابتن حسام بدري واللاعبين والجهاز الفني إن شاء الله في هذه المباراة، واستعدادات كمان إحنا هنبتدي نغطيها حتى يوم الاثنين إن شاء الله من خلال استاد الأهلي. تصبحوا على خير، ويعني أكيد دايما معاكم من خلال استاد الأهلي في أحسن شكل وأسهم وأحسن حال.